يا دكتور. بصراحه انتوا صعبه. بقول لك ايه، لو سمحت قول هو عامل ايه؟ قلبه بيدق بيتنفس نطق يعني؟ اصرعه في غيبوبه. ايوه بيتنفس وقلبه بيدق، مش مهم اي حاجه، المهم يبقى بوسطنا، يبقى معانا، المهم قلبه بيدق وبيتنفس. ايوه ما تقلقيش ان شاء الله خير. خير عبد الله اخويا ماله؟ وجع من على السلم. ايه بس لسه حي. خير خير ان شاء الله. امتى هحس باللي هي حاساه دي؟ امتى هحس اني ملهوفه على حد كده؟ راجل يحبني وعايزني، هو انا امتى هحس ان ليا راجل اخاف عليه واتمنى انه يبقى معايا بنفسه؟ حتى لو زي عبد الله كده ما بيتحركش، هي ليه بتحبه قوي كده؟ ليه استحملت اللي فات؟ ليه كل دي عشان ايه؟ هتقعد ساكت كتير كده؟ عايز انا اقول ايه؟ اي حاجه، قول لي حاجه، اي حاجه، على راي العندليب، قول بحبك، قول كرهتك، بس قول لي اي حاجه، اي حاجه. تعرف انا اول مره احس ان انا واحده ست صح النهارده. في ايه مالك؟ اصلا انا بحب اعبر عن اللي جواي، ما بحبش اخبي حاجه ابدا. انا عارفه ان الرجاله ساعات ما بتحبش كده، بس انت عندي غير، انت ملاكي الحارس اللي بقول له على كل حاجه من غير ما افكر. قول لي مبسوط؟ ما لي لا أجد الرد دائما؟ لماذا أشعر أن هناك دائما شيء ما ناقص؟ كلما اقتربت من امرأة وبدأ لي الأمر أنه النهاية وإنها هي التي أبحث عنها، أجدها بعيدة كل البعد عني. أنت تبحث عن شيء لا تستطيع تعريفه، ولكنك تحسه، ترغبه، تتمناه، شيء أبعد ما يكون عن الجسد، أقرب ما يكون من الروح. أهو سكاتك ده هو اللي بيخليني هتجنن عليك. نفسي أعرف إيه اللي في دماغك. تعال تعال تعال. اوعي تقولي لي بقى ان انا جاي من غير ميعاد. بالعكس انا كنت هكلمك دلوقتي.
الله الله الله، ده انا على كده بقى قلبي دليلي على راي الست ليلى مراد. بتحبها انت قوي ليلى مراد مش كده؟ اه طبعا بحبها، هو في حد ما يحبش ليلى مراد؟ وبعدين دي بتفكرني بيكي. ليه وانا حلوه قوي زيها كده؟ ولا صوتي زي صوتها مثلا؟ اه طبعا حلوه زيها، وبعدين اغانيها تحس انها مكتوبه عشانك. طب بقول لك ايه، انا عايزاك جوه في المكتب شويه. تعالى. اتفضل اقعد. طب ايه يعني، مش هتقولي لي تشرب حاجه؟ ما فيهاش اكل ولا شرب خلاص يا عزت. ايه ده، في ايه؟ البنك هيحجز على الفيلا بكره، وانا مش عارفه اعمل ايه. انا كبيري معاهم اقنعهم ان هم يخلونا هنا اسبوع اتنين، بس اكتر من كده مش هينفع. تاني حاجه، احنا لازم ندور على مكان نقعد فيه، ولازم نحط في اعتبارنا اننا احسن واعظم ناس في البلد. انا عارف انت هتقول ايه، بس لا مفيش بس. اوعي تقولي لي ان الوقت ده مش وقت كلامي، بالعكس انا بقى اللي بقول لك ان الوقت ده هو الوقت المناسب عشان نقول الكلام اللي كنا بنقوله لنفسنا وكنا بنشجع بيه الناس اللي حوالينا، ولا بقى كنا بنقول كلام مش مؤمنين بيه؟ انا تعبانه قوي يا عزت، انا مش هكدب عليك، انا لحد قبل قرار البنك كنت حاسه ان الامور سهله وبسيطه، بس دلوقتي انا مش عارفه هعمل ايه ولا هعيش فين. انا ما كنتش متخيل ان انت ضعيفه قوي كده. اللي انا فيه مش سهل يا عزت. طب ليه ما تقوليش ان ده اختبار لنفسك عشان تعرفيها على حقيقتها، تعرفي انت قد المسؤوليه ولا لا؟ وبعدين يعني والدك قبل ما يبقى مليونير ما كانش لاقي ياكل، مش الست والدتك هي اللي قالت كده؟ يعني انت تقدري تعملي قده 100 مره بس لازم تصدقي. يعني مفيش مشكله يا شهد. صعب صعب؟ لا ده انا كده بقى بتخميت فيكي، عن اذنك. انت رايح فين؟ اقعد. بصراحه انا لما حبيت واحده قويه تقدر تعيش في الحياه مهما حصل لها. شهد انا لما جيت وقلت لك انا مش قدك ومش قد عيشتك ومش غني زيكم، انا ما كنتش بهزر، انا كنت بتكلم بجد، مع اني عارف ان انا مرتبي ما يجيش نص مصروفك اللي بتاخديه من والدك. بس اللي انت مش فاهماه بقى ان انا لما جيت وقلت لك بحبك كنت متخيل ان انت هتقفي معايا وتتحملي حياتي عشان نعمل اللي احنا عايزينه، ولا انت كنت متخيله ان انا ممكن اقبل ان انا اخد فلوس من ابوكي واعيش بيها؟ ينفع؟ كلامك حلو وبيطمني وبيأكد لي قد ايه انا اخترت صح، بس انت يا عزت عمرك ما تحس باللي انا فيه لان انت مش في الموقف نفسه. انا مهما كانت قوتي ومهما كانت الافكار اللي في دماغي اللي تخليني اواجه اللي انا فيه، احنا في الاول وفي الاخر انسان بيتأثر بكل حاجة بتحصل حواليه، واللي حصل ده مش سهل، صعب، صدمة ليا يا عزت.